يا احداثيات المكعب في الفرن. يعطونا اسم المكعب A B C D E F G. اول شيء بيطلبوه منك لازم تعرف ترسم. بيطلبوا منك ارسم المكعب على ورقه المبيضه. ما حدا يكتب، الكل ينتبه على الشرح، بعدين بيكتب كل شيء سهل. رسم المكعب سهل، ترسم مربع، هاي مربع، بالنص تحط نقطة ترسم مربع آخر، توصل الرؤوس مع بعض، هذا هو المكعب. في عالم يعملون قاعدة بعدين بيرفعوا هدول، بس ما بتزبط. طريقة سهلة جدا، برجع بعيدها. مربع هاي نقطة، مربع آخر، هذه كلها أضلاع كلها شو؟ متساوية، لأنه اسمه مكعب. ونوصل الرؤوس مع بعض. طبعا هذول الخلفيين احيانا بيحطوا لكم هيك، هذول بيكونوا من ورا ما بيبين معنا. ما علينا، كيف بدنا نسميها؟ اهم شيء كيف بدي اسمي انا المكعب؟ عندنا طريقتين للتسميه. اول شيء فينك تسمي الوجه الامامي يلي قريب عليك، A B C D. شوف هون في وجه وفي ورا وجه. وجه الخلفي نفس الترتيب، A B C D نفس الترتيب، E F G. سمينا الوجه الامامي بعدين الوجه الخلفي. في عالم هذا بيسموه الوجه الخلفي هذاك الامامي، نفس الشيء. الوجه القريب عليك بتسميه اول شيء بعدين الوجه الخلفي. هاي طريقه. وفي طريقه ثانيه رح نشتغل على الثانيه هلا نحن اليوم. بتسمي القاعده قبل بعدين المستوي العلوي. الارضيه بعدين السقف. سمينا الارضيه بالترتيب، شوف من اليسار لليمين. اه B C D هاي الأرض، مستوي القاعدة، مستوي السقف E F G H. بتكون أخذت علامة رسم المكعب. دير بالك على ترتيب الأحرف. صعبة؟ طبعا نحن لا تنسى عم ندور على أحداثيات، عم نتعلم كيف نعمل الأحداثيات. بهالسؤال بيعطونا معلم، والمعلم له انواع رح ناخذ لاحق. ليكن المعلم، طبعا المعلم بالمكعب بسموه متجانس لانه الاضلاع كلها قائمه او متعامده. ليكن المعلم المتجانس A A B A D A. شو هذا المعلم؟ المعلم على طول بيكون في مبدا وثلاث اشعات واحده. مبدا وثلاث اشعات. طبعا لما بيكون الامثال هون واحد 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 معناها طول ضلع المكعب واحد. يبين معنا من وين؟ من الامثال. اذا مثالنا نحن طول الضلع قديش؟ طول ضلع هي واحد، او طول الحرف هذول يعني كلهم واحده. وبين معنا من الرمز تبع المعلم، بعد شوي رح نتعلم اذا طول الضلع اثنين كيف بيعطونا الرمز. اذا بتشوف هون ما في رقم، ما في رقم، ما في رقم، معناها طول الضلع شو هو؟ واحد. رح نبلش نطلع الاحداثيات. اول شيء ما بتطلع على الرسمه، من الرمز هاد بتجيب الاحداثيات، انتبه كيف. اول شيء المبدا، هذا مبدا المعلم، المبدا دائما هذا الحرف يلي لحاله واللي ما عليه شعاع بيكون صفر صفر صفر. إذا النقطة A صفر 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 دائما وأبدا. بنروح نطلع على الشعاع اللي بجنبه، مين الشعاع اللي جنب المبدأ؟ A B. أول حرف بعد المبدأ واللي هو حرف ال B. نحن ترتيب النقطة عادة شو بتكون؟ هاي شو بنسميها؟ تذكر، هاي بنسميها فاصلة، هاي بنسميها ترتيب، هاي بنسميها راقم. ف
فالنقطة بي، انتبه علي، النقطة بي أول نقطة بعد المبدأ بيكون إكساتا واحد وياتا صفر بصفر. هاي بتكون إكساتا واحد. تاني نقطة واللي هي الدي، شوف هاي الفاصلة حطيناها واحد. تاني واحدة بتكون ترتيبة واحد، فبتكون صفر واحد صفر. يعني أول واحدة إلى إكسات ما إلى وايات وزدات. تاني واحدة إلى وايات ما إلى إكسات وزدات. ثالث واحدة الإي إكسات زداتها واحد بس إكسات وايات شو صفر. هدول الأربعة الأصليين هن ثمانية، رؤوس المكعب هن ثمانية. أول أربعة سهلين جدا بتجيبهم من النظر من المعلم، برجع بعيدهم. المبدأ صفر صفر صفر، أول حرف بعد المبدأ بالشعاع الأول أو بي يعني بيكون له إكسات ما له وايات وزدات، فبيكون واحد صفر صفر. ثاني حرف بعد المبدأ بيكون صفر واحد صفر. ثالث حرف بعد المبدأ بالشعاع الثالث أ إي بيكون صفر صفر واحد. مين عنده مشكلة بهذا؟ أنت رح تكتبها على المبيض ضلاله. شو؟ طيب. ضل عندنا طلعني أربعة، شو ضل؟ ضل أربعة. تبع الطريق. أعطيك طريقة سهلة تنفع لجميع التمارين. الشعاع هذا أول شعاع مين هو؟ أبي. شوف معي الرسم، هاي المبدأ، شوف الأبي لوين عم ينتقل. قبل ما اكمل كلامي بدي منكم شغله نسيت اقولها. مطلوب منك انت كطالب تعرف انه غرفتك اللي بالبيت اذا كانت الوجوه مربعه هي مكعب، واذا ما مثل غرفتنا الان هي متوازي مستطيلات. فغرفتك كم وجه لها؟ كم مستوي؟ كم حيط مع القاعده؟ لا مو سته. طيب ما الحيطان عندنا بالبيت؟ ستة وانت وحدة سبعة والثامن ما راح اقول مين. يلا عندنا مستوي سفلي، شوف كم وجه، وجه سفلي مين هو؟ آ ب س د، تعلم هذول، هاي الوجه السفلي. عندنا وجه علوي اي اف جي اتش، هون المبدا. اذا بنروح على اليمين عنا مستوي يميني او وجه يميني اف جي سي بي، وعنا مستوي يساري ا دي اتش اي، عنا مستوي قريب علينا هذا ا بي اف اي، هذا بنسميه امامي اذا بتحب او خلفي سميها كيفك، قريب عليك. في مستوي بعيد عنك امامي او خلفي دي سي جي اتش. كم مستوي بالمكعب؟ سته. سته، ثمان رؤوس ست مستويات. هل هاي الـ أول شعاع AB لأي جهة عم ينقلك؟ انتبه، نحن من الـ A على اليمين لعند مين؟ لعند الـ B. الـ B راح على الوجه اليميني، بنعين مين مع B موجود بالوجه اليميني؟ مين النقاط؟ طه، مين النقاط الموجودة؟ ما حدا يحكي إذا بتريدوا، مع B بالوجه اليميني. مين هن؟ بدي كسروا على راسك بعد شوي. موبايل بالقاعة عم صور فيديو كمان، ما تخليني اذكر اسمه كمان، بعد الحصة بيتحاسب. هات يا طه. الوجه اليمين يا حبيبي، يلا. على اليمين. مين النقاط المعبي؟ السي والجي والاف. كل تطلع معي على اللون. هي ا راحت على اليمين، انتقلت لعند بي، صار عندك وجه يميني، مين نقاطه؟ سي واف وجي. رفقات لبي. هن السي و اف و جي، الكل يطلع على بي. بس اذا بقشر لهم بس في جيبك يا جماعه اذا مبين على الكاميرا ولا لا. البي شو الصفه المميزه لبي؟ اكساتا واحد. معناها هدول الثلاثه كلهم مثل البي اكساتا واحد. سهلين. كل شيء على اليمين اكساتا واحد، مثل مين؟ مثل البي. برجع بعيد الطريقه. اول شعاع ا عم ينقلك لعند بي. انسحاب من عند ا لعند بي. فالبي انتقل، فانتقلت النقطة A إلى الوجه اليميني، صارت بي. مين رفقات لبي بالوجه اليمين؟ الاف والسي والجي. كلهم مثل البي اكسات الواحد. في وحدة مظلومة ما راحت على اليمين. مين هي؟ مين المفقود الآن بالأحرف كلها؟ ما شو الدي لك وين موجودة ولا هي؟ هاي الأ والدي والبي والإي. مين ما موجود؟
بالقطش، فالقطش بيكون اكساته صفر، لانه هو ما انتقل لوين؟ علي. اللي بعده شوف الشعاع الثاني مين؟ دي. شوف الار الدي وين عم ينقلب؟ الى الامام. لا مو على اليسار، انت اعتبرها يسار يمين، عملها كيف بدك، اذا انت احول ما مشكله. دي الى الامام او للخلف كيف ما بدك، للمستوي البعيد. نسال بشار، انتقلت لعندي، ركز معي، مين مع دي بالوجه الامامي؟ احسنت، السي والجي والقطش كلياتهم مثل الدي، كل اللي تطلع على دي شو وياطه؟ واحد. لا انت دور على الرقم، شو وياطه؟ واحد. هيدي الصفه المميزه لدي، فكل هدول النقاط يلي هن مع السي والجي والقطش كلهم بيكونوا وياطهم واحد، القطش والسي والجي. ضلت وحده فاضيه، مين هي؟ ايه شو بنعبيها؟ الصفر، لانه هي ضلت ورا مع النقاط. ثالث وحده المبدا شوف الشعاع الثالث مين هو؟ اي عم ينقلنا لوين؟ لفوق للاعلى. ورده مين رفقاتها لاي بالسقف؟ اف وجي وقطش كلهم مثل الاي، عين على الاي، شو الصفه المميزه للاي؟ زداتها شو؟ واحد. كل شيء بالسقف مع الاي بتكون مثلها اف وجي وقطش. واحد واحد واحد. مين ضل فاضي؟ السي. شو بنحط له؟ لانه هو بالارض اصلا اكيد ما راح يكون زداته واحد، فطلعوا خلصوا صاروا ثمانيه. بي دي اي من المعلم والبقيه من وين؟ من النظر. طبعا هذه الطريقه حتى لو عكسوا المعلم كيف ما عملوا يعملوا ما بقى بتخربط فيها ابدا، راح نشوف لقدام كيف ممكن انه يغيروا طريقة الترتيب. مين عنده السؤال؟ مين عنده السؤال؟ رح ناخذ طبعا أمثلة ثانية هلا بعد شوي، اللي ما فهمها بعد شوي تنعاد معه، بس في شغلة مهمة. بركي ما كان طول الضلع واحد. هون طول الضلع شو اعتبرنا؟ واحد. فلاحظ كل الأحداثيات عم تكون وحدات، بالامتحان ما عم يجيبوها واحد. إذا ملاحظة هامة. إذا كان ركز معي طول الضلع مثلا نجمة أي رقم يعني 2 3 4 فإن المعلم يصبح شوف رمز المعلم شو بصير تبع المعلم شو رمزه واحد على نجمة أبي شوفها واحد على نجمة مين الثاني؟ آدي واحد على نجمة آي هيك بصير رمز المعلم مثلا طول الضلع 2 معناها كيف بدي ارمزه له المعلم؟ نص آبي نص آدي نص آي أنا بس شوف حاطين لي نص الشعاع معناها هذا هو طول الضلع هذا بيكون قبل ما تسألني أنت ليه عم يحطوها هيك؟ لما عم بقول 2 ابي انا رح اقول لك هذا اسمه الشعاع الواحده تمام طول الضلع ابي نحن عم نعتبره شو عم نقول بهالمثال اذا طول الضلع شو 2 فبيضربوه بنص ليرجعوه واحده يرجعوه واحد مثلا طول الضلع 5 فبيضربوه بحطوا امثال 1 على 5 1 على 5 هذاك طوله 5 عشان يرجع شو بصير شعاع واحد فنحن ما بدنا نغش بالامتحان شو ما كان يكون المقام طبعا هني شو اصلا هنيك 1 على 1 بس نحن ما نحط إذا شفنا المقامات هيك انتبه نص واحد على اثنين واحد على اثنين بدل الواحدة طبعا الطريقة نفسها بدل الواحدة شو بنحط؟ اثنينات طب إذا كانوا حاطين هون ثلاثة بدل الواحدة شو بنحط؟ ثلاثة طبعا كمل ملاحظتنا إذا كان طول الضلع نجمة فإن المعلم يصبح بهذا الشكل والإحداثيات تعالوا نطلع هون على السريع بلا ما نطلع على القديمة هون المبدا شو بيكون؟ صفر 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 أول حرف بعد المبدا عين على المقام البي نجمة صفر صفر ثاني حرف بعد المبدا الدي شو المقام؟ نجمة صفر نجمة صفر ثالث حرف الإي
صفر صفر نجمة. طبعا النجمة عدد يا اثنين يا ثلاثة يا بالكثير بحطوا من امتحانات خمسة. هذول أربعة ضل عندنا شو؟ أربعة غيره. نطلع هلا هاي أم صفر صفر صفر. طبعا طول الضلع شو صار هون ببي سألنا هاد؟ نجمة. من هون لهون صار نجمة. انتقلت الأ لعند البي. مين رفقاتها لبي على اليمين؟ السي والجي والإف. ليكن السي باين عليك؟ تأكد بس. الجي والإف كلهم مثل مين؟ مثل البي. شو بيكونوا يعني؟ نجمة نجمة نجمة. إكساب طبعا مثل البي. مين المظلومة اللي ما راحت على اليمين؟ القطش. شو بدكم؟ كمل الشعاع الثاني على اليمين الثاني. آ دي هي آ نقلتك إلى الأمام لدي. مين رفقاتها لدي بالوجه الأمامي؟ السي والجي والقطش كلهم مثل الدي وآياتهم نجمة. السي والجي والقطش. مين ضل فاضي؟ الاف صفر. آخر وحدة آ إي لفوق. مين رفقات إي بالسقف؟ إف جي إف جي قطش كلهم نجمة زداتهم مثل الإي. الإف والقطش والجي. مين ضل تحت؟ السي. شو بنحط الله؟ فبعد اليوم المكعب شو ما كان يكون طول الضلع ما في أي مشكلة. كان طول الضلع اثنين هذول بنحطهم كلهم اثنينات. كان طول الضلع ثلاثة بنحطهم. كان طول الضلع واحد بنحطهم وحدات. آخر ملاحظة قبل ما نختم، رمز المعلم بالامتحان بجوز يغيرونه إياه، كيف يحطوه؟ تبعوا بالامتحان رمز آخر. شوف كيف عم يرمز لك. عم يقول لك آ شوفه عم يحط هون آي جي كي بس عم بيقول حيث عم يجي يقول لك الآي هو واحد على نجمة آبي. عم يكتبها على جنب واحد على نجمة آبي. إذا طول الضلع اثنين مثلا شو بدي أقول لك؟ واحد على اثنين آبي. هاي إذا طول الضلع اثنين. خلونا على النجمة شو بلاموه. والجي واحد على نجمة من الشعاع الثاني آدي. والكي واحد على نجمة آدي. فأنت إذا بتحب على ورقتك ترجع بتحط هدول هون بيرجع المعلم مثل ما أنت متعود. هيك سهلة. أو أبشع منظر هاد رمز آخر للمعلم بيقول لك آ آي جي كي حيث تبع هالرمز يعمل الوسطين بالطرفين بيقول لك الآبي ضرب نجمة بها شو تصير؟ نجمة آي. بيقول لك الآبي تساوي نجمة آي والآدي شو بيقولها وقتها؟ نجمة كي. آخر وحدة عفوا جي والآ إي نجمة مين؟ نجمة كي. طبعا انت ما مطلوب منك ترجع على الرمز الاصلي. تعال ناخذ مثال هاي، مثلا الآبي تساوي 5 آي، انتبه ها. الآي شعاع الواحد وشو طوله؟ واحد، لا الآي واحد، بس مضروب بخمسة، معناها الآبي شو طولها؟ خمسة، معناها أنت عرفت هون بالامتحان طولها لهي خمسة، فبتروح الأحداثيات شو بتحطهم بدل النجمة؟ خمسة. يعني ما بتغير شيء عليك. انت بيهمك طول الضلع، شوف هون. بس حطيت لك آبي تساوي 3 آي. الآي طولها واحد. الآبي 3 آي يعني طولها 3. معناها الأحداثيات شو بدهم يكونوا؟ 3. 4 آي معناها الأحداثيات شو بدهم يكونوا؟ 4. كيف ما أعطاك الرمز؟ فأنت بدك تعرف، أنت دور دائما على طول الضلع. أما إذا أعطاك الطول الطويل هاد، هذا مو طوله 5؟ وكتب لك هون واحد على خمسة آبي بتاخذ مين؟ المقام. المقام هو اللي بيدلك على الرمز. أنا اللي خايف منه إذا أعطاك هالرمز هات بتروح أنت بتعمل الأحداثيات واحد على خمسة. مو هون نحن عم نقول إذا أعطانا إياه واحد على نجمة عم تروح أنت بتاخذ المقام؟
خايف ما يعطيك اياه واحد على الرجل، يعطيك اياه بهالشكل، تروح انت تتذكر تقلبها لهي. ما في طول ضلع واحد على خمسة، كيف واحد على خمسة إذا طول الضلع أصلا هو شو؟ خمسة. لذلك ملاحظة كثير مهمة لك، اكتبوها على الصفحة أنتم من فوق، خليها بوشك هيك. الأحداثيات، أحداثيات الرؤوس الثمانية. أحداثيات الرؤوس الثمانية للمكعب الأصلية طبعا. أحداثيات الرؤوس الأساسية للمكعب. أحداثيات الرؤوس الأساسية للمكعب لا تكون كسور بالامتحان. يعني ما رح يعطيك بالامتحان مكعب طول ضلعه نص، لأنه بدي تخربط معك رمز المعلم. فدائما الأحداثيات الأصلية بيكونوا أعداد طبيعية. يا واحد، أول دورة 17 إجت واحد، 18 إجت اثنين، اللي بعدها ما إجت، والسنة الماضية جابوها ثلاثة. حسب طول ضلع المكعب. احفظي التشجيع.